مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساءكم اينما كنتم تتابعوننا بحلقه جديده من برنامجكم منتصف النهار عبر الشرقيه نيوز. اسعد الله اوقاتكم. اهلا رندا، اهلا بكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم، على المحبه والموده دائما نلتقي، وبالطاقه الايجابيه وبالتفاؤل والامل نبدا حلقتنا لهذا اليوم، واخبار محليه مهمه جدا وقضيه مهمه وفقرات اخرى راح نتابعها سويه بعد نذهب لفاصل قصير. للمرة الأولى بعد عودة أهلها احتضنت مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار مهرجان القراءة الأول الذي تم تنظيمه بجهود شبابية خالصة. طبعا تضمن هذا المهرجان عرض وتوزيع مجاني لأكثر من 2000 كتاب متنوع وفي مجالات مختلفة وسط حضور عدد كبير من أهالي المدينة التي افتقدت منذ سنوات أي أنشطة ثقافية مماثلة. بينما أكد الحضور أهمية هذا المهرجان الذي جاء عقب تحرير المدينة وعودة بعض أهلها النازحين، إضافة إلى تزامنه مع بدء الدوام لطلبة الجامعات والمعاهد. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها مددت التقديم للدراسة الموازية يومين إضافيين وحتى نهاية الدوام الرسمي اليوم الاثنين في دوائر الوزارة. وقالت دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة في بيان أن قرار تمديد السقف الزمني للتقديم للطلبة الراغبين بالالتحاق بالتعليم الموازي في جميع الاختصاصات يأتي انسجاماً مع قرار مجلس النواب بتخصيص 300 مقعد من خطة القبول في المجموعة الطبية التي تشمل الطب، طب الأسنان والصيدلة ضمن الدراسة الموازية وبنصف الأجور الدراسية. وكانت وزارة التعليم العالي أطلقت استمارة التقديم للتعليم الحكومي الخاص الصباحي الموازي، وفيما أوضحت أنه بإمكان الطلبة من خريجي السنة الدراسية الحالية والسابقة التقديم لما لا يزيد عن 10 خيارات وبحسب ما يؤهلهم معدلهم. أكدت أنه سيتم إلغاء القبول السابق للطالب في الكليات الحكومية أو الأهلية حال مباشرته الدراسة ضمن هذه القناة. كشفت دائرة صحة ميسان عن إتلاف أكثر من 11,000 لتر من العصائر وألف لتر من الألبان المستوردة لثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. وأوضحت أن فرقها تواصل حملاتها التفتيشية بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني والحكومة المحلية حفاظا على صحة أهالي المحافظة، مشيرة إلى أن المواد المصادرة أتلفت في منطقة الطمر الصحي بناحية الطيب بالتعاون مع جهاز الأمن. وكان شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة ميسان أعلنت إتلاف 576 لترا من الحليب المعلب لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. بكم من جديد إلى قضيتنا لهذا اليوم. يعتبر مزاج الإنسان وشخصية الإنسان من الأمور اللي ما يستطيع أن يختارها أو هو يستطيع أن يحددها، لكنه اللي يقدر عليه الإنسان التحكم بالمزاج وبالعصبية وبالشخصية بصورة أو بأخرى. طبعا وإن كان نتحدث اليوم عن العصبية والشخصية اللي تأثر على ربما الشخص وعلاقته بالآخرين، بالتالي تأثيره كبير جدا على حياة الإنسان. اليوم راح نتحدث بالتحديد على المرأة العصبية والزوجة العصبية بالتحديد، وما هو تأثيرها على حياتها مع زوجها وأسرتها، كيف يمكن أن يتعامل الرجل مع الزوجة العصبية. صحيح. شو أنا مو عصبية. أنت من النساء العصبيات صح؟ أنا جدا جدا، يعني أنت هادئة شوفي. أنا هادئة أي، وطيبة القلب. شكرا. فهو يحكون أنه أي إنسان هادئ ويكون قلبه طيب بالتالي انفعالي مباشرة يعني. لا هلا مو هادئة، يعني أنا مو هادئة صح؟ يعني هاي دعاء تأيدني، أنا مو هادئة لكن مزاجي جميل، لكن إذا يعني عصبت أوصل للقمة يعني. عصبية جدا يعني. الله يستر. يعني العصبية هي أمر سيء سواء للرجل أو المرأة، وبما أنه تحدثنا في وقت سابق عن الزوج العصبي، اليوم رح نكون في صف الرجال ونتحدث عن الزوجة العصبية اللي لابد لها من أن تغير نفسها وتحاول السيطرة على عصبيتها لتسير حياتها الزوجية بشكل سليم. رح نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا من بغداد، لكن بعد ما نتعرف على آراء الناس حوله مع استطلاع مراسلنا في بغداد سيف عبد الوهاب. حياكم الله أحبتنا متابعينا في برنامج منتصف النهار. الزوجة العصبية وما تأثير هذا السلوك على الحياة الزوجية، راح يكون هذا اليوم
محور استطلاع عن الوجه أسئلة إلى نساء ورجال الطيانة. يعني هي تحكم الظروف، احتمال تكون مقيدة، احتمال تكون يعني بيئة، يعني تحاول إنه يعني تحاول إنه تكون يعني تجعلها هاي البيئة إنه تكون عصبية، لذلك لازم نعطيها الحق وبنفس الوقت ما نعطيها الحق، لأنه يعني العصبية بالسبوع مرة أو مرتين إيه هاي إلها الحق، بس كنكدية لا طبعا هاي ما إلها حق، لأنه دا نشوف الأغلبية من الرجال دا يلجؤون إلى النظر الغير مرأة أو الزواج مرة ثانية أو نسبة الطلاق كلش عالية. طبعا السبب اللي هو المرأة الأول والأخير المرأة وكل شيء بيد المرأة، فإذا كان الرجال يعني هو جاي من الشغل تعبان ويشوف المرأة يعني إذا تتناقر وتتعارك وياه وعصبية أكيد راح يهج، لأنه هو البيت الملجأ الراحة إليه. إذا المرأة عصبية راح تولد يعني أكيد مشاكل بالبيت، يعني بينها وبين زوجها، مما يعني إذا عدا أولاد راح يأثر هذا الشيء هواية بالبيت. إيه فلازم المرأة شوية تخف من العصبية مالتها، يعني على مود أولاده مو على مود شيء أو هاي، وهم يعني على مزوجة يمكن احتمال يتغير إذا هي عصبية بسبب شيء معين يعني بالبيت. هم مقبولة هم مرفوضة، بس إذا واحد ما يصير عصبي أحسن. سلبيات أو تأثير على الزوجية؟ العيشة تخرب، المرأة لازم يعني تصير شوية متواضعة، يعني إنه تكون هي ما مخلية ببالها تصير عصبية، الموقف يحكمها إنه هيك يصير، يعني الموقف المقابل اللي هو زوجها ممكن. هل يجوز للمرأة إنه تعلي صوتها أو ربما تجادل زوجها بهذا الأسلوب اللي تقولين أنت مرفوض، يعني العصبية إنه تكون هي ربما بهذه اللحظة مسيطرة على البيت أو من خلال صوتها العالي مع زوجها؟ أكيد لا تعلي صوتها، لا، لأنه بعدين بلحظة هدوء راح تندم، يعني ما المفروض إنه بأي موقف تعلي صوتها. شلون شفتي كلام؟ صحيح، بس أضيف إنه ضغوطات الحياة هم تخلي المرأة تصير عصبية، باعتبار المرأة كل شيء عليها البيت، الجهال، التنظيف، يجي الزوج عصبي عليها أكيد تصير عصبية. بهاي اللحظة إنه تنفعلين وتكونين عصبية، أريد أعرف شعورك، يعني مثلا يراودك الندم ربما، ليش أنا علي صوتي، ليش؟ ترجع للزوج، إذا الزوج يعني مثلا إجا وراضاها بأسلوب حلو هاي أكيد راح تتندم، بس إذا الزوج لا يعني تبقى عصبية وماخذة أوراق براسها. وإذا كان خلل من العزم؟ أي أكيد يعني حسب كل مرة، أنا بالنسبة لي أكيد بعدين أتندم، لأنه زوجي مثلا يجي بأسلوب حلو شي، بس غير ما أعرف. بس برأيك العصبية يعني تلوق للمرأة الأنوثتها؟ لا طبعا البنية أنوثة ونزاكة أكيد ما تلوق، بس هي قلت لك ضغوطات الحياة. المفروض تحاول يعني هي اللي تمتص غضب الرجل بحنيته بطيبته بأخلاقه بحكي هوية، يعني مو إلا مثلا إذا دخل الزوج هو عصبي ومنفعل وهي نفس الوضعية. يعني حلوة ستقولين أنت العصبية، يعني العصبية تلوق للمرأة، خلينا نحكيها بالعامية. لا 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 بالعكس، تروح أنوثتها للمرأة، يعني المرأة هي فت كائن رقيق حلو، يعني كل الأشياء اللطيفة هي موجودة بي. أنا بالمناسبة عندي 3 بنات والزوجة والحمد لله أشكر عندهم بيوت، صاحب بيت أهلها تكون رقيقة وناسكة وأنا أدللها وداريها، بس لما دا تروح البيت زوجها ودا تصير داخل الحياة الزوجية وصل عندها أطفال هم تضطر، لأن زوجها مثلا بالوظيفة هي بالبيت دا تقوم بأغلب الأشياء. يعني هذا السلوك بين قوسين العصبية، يعني المرأة تكون صوتها أعلى من الرجل، تكخ بالرجل، سمعك فد كلام ما يليق به. طبعا هي مو لطيفه، يعني المراه والحمد لله احنا المراه العراقيه عندنا يعني اخلاقها جدا عاليه. اذا دائما اعصاب ومشاكل واعصاب يعني فاشوف يعني صعبه صعبه، يعني كل الصعبه. طبعا لا اي رجل مثل ثاني اشتغل اجي للبيت اريد زوجتي تلقاني يعني كلمه حلوه باعصاب بارده، زين انا جاي تعبان وهي اعصاب، يعني مشاكل تصير، هاي المشاكل نهايتها مو حلوة بين الطرفين. دائما الرجل خصوصا الشرقي يعني يرفض هذا الشيء، يعني بحكم الشخصية بحكم الله، فما أتوقع أنه أي رجل أنه يرضى أنه تكون مرته يعني بتتعامل وياه بأسلوب يعني نقول غير اجتماعي اللي هو العصبية والهاي. دائما احنا الرجل العراقي هاي يكون هو يعني صاحب السلطة أكثر من يعني هو المتمكن بالبيت، أو فما يعني ما انصح انه هذا يصير شيء، وتحس يعني
تحس ضعف بالشخصية يصير، يعني حتى ضعف بالعلاقة تكون بين الرجل والمرأة يعني المجتمع، فأثر عليهم حتى يأثر على الأطفال بالمستقبل. يعني تلاحظ أنه تلقى يعني الأم مسيطرة، يعني الأب ما راح يفرض شخصيته على الطفل. السلوك يعتمد على الحالة الاجتماعية بين الطرفين، ولازم كل زوج يتفهم المقابيل، يعني الطرفين لازم يكون متفاهمين على هذا الأمر. تعتمد إذا الزوج عليه ضغوطات من حياة الاجتماعية لازم تكون تفهم هذا الوضع، لأن ضغوطات الحياة متعددة، مشاكلنا متعددة، ظروفنا متعددة. بهالحالة إذا تريد تبني أسرة مترابطة وقوية لازم الطرفين عندهم تنازلات. شكرا لمراسلنا من بغداد سيف عبد الوهاب على هذا الاستطلاع اللي سلط الضوء على قضيتنا لهذا اليوم، وهي الزوجة العصبية. طبعا بجانب يعني العوامل النفسية والاجتماعية والعضوية التي تعاني منها المرأة، هناك كثير من المسؤوليات يجب أن تتحملها المرأة. بالتالي نتحدث اليوم عن تربية الأولاد، نتحدث اليوم عن المنزل، مسؤولية المنزل مسؤولية كبيرة جدا. وإذا ما المرأة كانت ساكنة في بيت أهل زوجها أيضا الأعباء راح تكبر عليها، بالتالي تتولد لديها حالة من العصبية نوعا ما. وإذا كان الزوج خاصة ما يعرف يتعامل ويا المرأة، ما يمتص عصبية المرأة بأسلوبها وبآخر، بالتالي راح تصل لمرحلة الانفجار وتصل لمراحل كثيرة. يمكن نتحدث اليوم عن حالات طلاق كثيرة بسبب العصبية، عصبية الزوجة بالتحديد. ويقولون أنه إذا اختفى الحب فأكيد المرأة راح دائما تكون متوترة وتكون عصبية. راح نناقش هذه النقاط وأكثر مع ضيفنا من بغداد دكتور فراق. نهارك سعيد دكتور. حياك الله أخي العزيز، وأحييكم على هذا البرنامج الراقي والعناوين البراقة اللي تخدم المجتمع. أهلا ومرحبا بك دكتور. يعني حالات كثيرة يمكن من الطلاق ومراحل وصلت للطلاق بسبب عصبية الزوجة. هناك كثير من الرجال يشتكون من عصبية المرأة، من عصبية زوجتهم بتعاملها، يعني بحدة بتعاملها، بعصبية، يعني التوتر اللي موجود في العلاقة اليوم. بالتالي خلينا نتحدث بداية عن الأسباب اللي تجعل المرأة تكون عصبية وتكون دائما متوترة وتكون العلاقة دائما رتيبة وخالية من الحب. نعم، قبل ما يعني أتحدث عن مسألة العصبية وقبل ما هذه، أريد أفهم أنه ما معنى كلمة المرأة أو ما معنى كلمة الأنثى. هذه الكلمة لها معاني جدا جميلة وجدا براقة بين المجتمع وبين الذات النفسي للأنثى نفسها. الأنثى هي عبارة عن منبع كبير للحنان والرقي والارتقاء بالمستوى المطلوب، لأن يكون هذا المستوى هو مستوى أنثوي فعال لما يريده الرجل من الهدوء والسكينة والوقار. فإذا خرجت المرأة أو الأنثى من هذا المنظور، من منظور المنبع هذا نفسيته أو هذا المحيط النفسي منبع الأنثوي، فماذا راح تكون إذن؟ راح تكون كوحش كاسر يهجم على 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 الشخص المقابل. لكن دكتور يعني أشعر أنه يعني عفوا نعم. يعني أنا أشعر أحيانا أنه صعب جدا أن نقيد المرأة بأنها يجب أن تكون دائما الشخص المثالي، وأن العصبية هي مرتبطة بالرجل وتفقد المرأة أنوثتها في حال عصبت، لأنه في النهاية يعني هذه هي مشاعر سواء للرجل أو للأنثى، يعني للمرأة أو للرجل. وأحيانا ضغوطات الحياة لربما تجبر هذه المرأة على أن تصل إلى حد معين يجعلها تفقد السيطرة. فيعني قبل قليل علي ذكر نقطة مهمة، وهي أن الرجل يستطيع مثلا إذا عرف أن يتعامل ويمتص الغضب عند المرأة لن تكون عصبية بالنهاية. فيعني أشعر أنه صعب جدا أن نقيد هذه المشاعر بشخص الرجل أو أنه المرأة تفقد أنوثتها في حال عصبت. هاي طبعا كنت تتكلمين قد يكون لانه انت عصبيه جدا، لانه بدايه البرنامج انه عصبيه. احسن دكتور، احسن دكتور. شوف نعم. دكتور من البدايه حتى نعم. تكون بالصوره رندا نعم. ما راح تسمح لك تتكلم بصوره او باخرى على النساء، لا لا النساء، ولا تخلي النساء هم العائلين ابدا، لا تكون حذر بالتعامل وبالكلام، واعرف شلون توصل الفكره للنساء بصوره عامه اللي هي رندا ممثله عنهم. لا العفو دكتور، ابدا ابدا انا اؤيدك نعم. بالعكس، ولكن انا صفت ان المراه تفقد انوثتها في حال عصبت، يعني ما يعني بحس انه يعني فيها نوع من يعني الرجل يفقد عصبيته والمراه تفقد عصبيتها ايضا، لا لكن باحترام.
بأنوثة. لا أنا أتكلم عن بيئة المجتمع. نعم. مجتمعنا حاليا مجتمع مهم جدا التحدث في هذه المسائل، وأتمنى من قناتكم الكريمة أنه تزيد من هذه البرامج اللي تفيد المجتمع، لأن المجتمع حاليا في خطر. نسبة الطلاقات في المحاكم الشرعية جدا عالية، وهذا طبعا يرجع إلى القانون اللي موجود عندنا هنا وإلى البيئة المجتمعية أيضا. الضغوطات اللي تطرأ على الرجل ضغوطات جدا كبيرة. صحيح. جدا مجرمة بحق ذاتها. هاي الضغوطات تولد نفسيات مضطربة جدا، وتولد إلى 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 أسر ضجيجية مثل ما نقول. هذه الضجة سببها لازم أن يكون هنالك شخص هادئ يمتص هذا الموضوع. طبعا هذا الموضوع أنا راح أتكلم إحنا على المرأة بين قوسين، لكن أيضا يشترك به الرجل. الرجل إذا كان فاهم ومدرك لهذا الموضوع إدراكا عظيما راح يكون إلى، لكنه المرأة لها كامل الملامة عليها. ليش؟ لأنه المحيط أو المملكة مالتها يجب أن تكون مملكة آمنة مستقرة، لا أن تكون قنبلة موقوتة في لحظة تنفجر، ويكون أنه يسبب هذا الانفجار إلى انفصال، ويسبب هذا الانفجار إلى تولد كثير من المشاكل وكثير منها. وأيضا راح يسبب حالات نفسية للأطفال، تسبب حالات نفسية للرجل نفسيته، أنه شو راح يقدر يكمل حياته إذا امرأة ما مرتاح وياها، إذا امرأة نكدية، إذا امرأة عصبية، على مسائل أمور من سفاسف الأمور هي راح تكون تأخذها في شد وتأخذها في أمور تكبرها. لكن دكتور إذا مثلا الأمور العامية. نعم. دكتور إذا كانت المرأة مثلا هي مرأة عاملة ولديها بيتها ولديها زوجها ولديها مهام البيت كاملة، ثم يأتي الزوج بقمة العصبية ولا يأخذ بعين الاعتبار اليوم الكامل اللي هي قضتها وهي تعمل وهي 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 وهي، وممكن هو أن يفقد أعصابه، وهي بالتالي ممكن أن تتحمل، ثم يعود ويفقد أعصابه، ثم تعود وتتحمل، وبعدها مع الأطفال وغيرها ممكن أن تفقد أعصابها أيضا، فهنا يكبر الموضوع ويتفاقم. فهنا كيف يكون الذنب على المرأة؟ يعني لما يعني على المرأة دائما أن تبقى هي مسيطرة على أعصابها والرجل لا يستطيع أن يسيطر على أعصابه؟ ما تلقي اللوم أو اللائمة على المرأة وماكو مرأة عصبية كل السبب هو الرجل؟ لا بالعكس، شوف هناك إحنا اليوم أنا ما حكي أنا دكتور العفو، لا شوف العصبية شوف راح أردش بكلام راح أردش بكلام يلا دكتور راح أردش بكلام. إذا كان الرجل مجنون، فلما المرأة تتجنن وياه؟ بالضبط صح. وأنا أسألك سؤال، يعني إذا المرأة كانت هي امرأة عصبية فلما الرجل لا يستطيع أن يساير هذه المرأة العصبية؟ لما على المرأة دائما أن لا لا يمكن ليه؟ لا يمكن لا ما هو لا دكتور لا يعني إذا إحنا نتحدث اليوم لا يمكن أن تكون عصبية أختي العزيزة، لا يمكن للمرأة أن تكون عصبية، بل المرأة خلقت ومجبولة على الحنان والعاطفة. الحنان والعاطفة ولكن هي مجموعة عواطف، هي مجموعة عواطف تربي جيل عظيم طبعاً. جيل مبني على أمن واستقرار. احنا نشوف ايضا يعني المجتمعات هي انسان بالنهايه. نعم. يعني دكتور العفو احنا عم نكون عنصريين في هذا الموضوع. نعم. لانه المراه العفو منك دكتور يعني، لكن احنا اذا افترضنا ان المراه يجب دائما ان تكون عباره عن صنم تحمل وتبتسم تحمل وتبتسم، هي امراه وهي شخص بالنهايه، هي مجموعه عواطف. نعم. مثل ما هي حنونه ومثل ما هي تمتلك وتحتضن البيت، الا ما في يوم من الايام ان تفقد عصبيتها هذه المراه وتجد الرجل لان يواسيها ويسيرها. شوفي راح اكلمك على موضوع واحد، المفتاح وهذه طبعا نصيحتي لكل مراه موجوده. المفتاح طبعا هذه في حال يعني مساله علميه، المفتاح الرئيسي لحل المشاكل ولحل الأمور أو الخلافات الزوجية وأيضا حل للمسائل العصبية، هذا المفتاح تملك المرأة. ليش؟ لأن إذا كانت هذه المرأة نكدية وعصبية وتتزم بالعصبية بالضبط أو كل نمط شخصية عصبية المرأة تتمتع به، هذا الشيء منتهين منه. فلذلك لذلك 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 راح يكون هذا مفتاح، لأنه الرجل تطلع عينه مثل ما نقول ويقوم يدور، يقوم يخون لا سامح الله، ويقوم يدور زوجة ثانية وثالثة على هذا المنوال. لكن إذا أنت كسرتي هذا المفتاح
وكنت هادئة وتحملت الظروف، لأن الظروف حاليا عندنا إحنا ظروف غير طبيعية، مو ظروف إحنا نعيشها ببلد طبيعي مثل ما نقول، حتى أنه نقول أنه يجب على الرجل أن يكون ريلاكس ويجب أن يكون الرجل هادئ. أي هادئ هذا إذا يطلع 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 من الصبح يلقى انفجار مقابيله أو يلقى أمور تعبانة مثلا، أو العالم مشدودة، العالم أعصابها جدا مشدودة، فلابد أنه يرجع للبيت أنه يكون إلى فد منبع للراحة، مملكة راحة. إذا كان عصبي اتركيه يعوفيه، لا تكونين يمه، ليش تكونين يمه وليش تعصبين أصلا؟ إذا كانت هنالك أمور طبيعية أمور سهلة، أكو هنالك نقاش أسلوب الحوار، ليش قالوا هنالك أسلوب حوار وفن للحوار؟ ليش؟ نعم، ليش منقول أنه إحنا نكون متحاورين فيما بيناتنا؟ ليش هالعصبية هذه يعني؟ ليش أن الإنسان رأساً ينفجر بالمقابل؟ عموماً فلازم أنه أي نعم، فلازم أن يكون أسلوب الحوار بهذا الموضوع. الباحث والأكاديمي الدكتور فراق، شكراً جزيلاً لوجودك معنا في حلقتنا لهذا اليوم، وأكيد أصدقائنا عبر الفيسبوك كان لهم آراء عديدة في هذا الموضوع. نتابع. نبدأ من أمين الأصيل، يقول نعم العصبية تؤثر على العلاقة الزوجية، إن الإصغاء إلى زوجتك أهم مجاملة يمكن أن تعطيها للمرأة، فبالإصغاء تعطيها الإحساس بأنك مهتم بها وبدق تفاصيل حياتها، فهي تحب سرد تفاصيل المواقف التي تواجهها وانفعالاتها، ومن خلال جلوسك معها وإصغائك الجيد لها يتولد إحساس عميق من التفاهم والتقارب بينكما. عبد العراقي، تحية طيبة. نعم تؤثر العصبية الزائدة على العلاقة بين الزوجين، والعصبية الزائدة قد تؤدي إلى مشاكل كبيرة بين الأزواج، خصوصا إذا كان الزوجين لديهم العصبية ولا يوجد تفاهم فيما بينهم، فهذا الأمر قد يؤدي إلى الانفصال المؤقت وأحيانا يسبب الطلاق. فعند العصبية لأحد الطرفين يجب على الطرف الآخر الصمت وعدم النقاش والتفاهم، وعند زوال العصبية لأن النقاش والمجادلة أثناء العصبية سيؤزم الأمور ويجعلها أكثر تعقيدا، وقد ينتج عن العصبية المفرطة أفعال وأقوال يتم الندم عليها لاحقا. صديقكم الشاعر عبد الرحمن محمد. أما إسراء فكان رأيها أكيد من رأي رندا ودعاء، تقول لا يوجد علاقة زوجية خالية من مشكلات، وخاصة نتيجة العصبية المفرطة لكلا الطرفين، ليس فقط الزوجة، وقليل ما تجد زوج يتفهم عصبية الزوجة، لأن بالعادة فقط على الزوجة تفهم عصبية الزوج وتأثيرها يكون سلبا أو سلبيا، لأنها تؤدي إلى مزيد من المشكلات المعقدة في العلاقة. إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجنا، ولازم نتطرق بفترة أخرى إلى معاناة شريحة مهمة من المجتمع، هم النازحين. طبعا اليوم راح نفرض مساحة للأطفال بصورة خاصة اللي نزحوا أو تهجروا من مدنهم ليضطروا إلى العمل بدفع العربات وبيع أكياس النايلون، تاركين مقاعد الدراسة لأكثر من سنتين من أجل إعالة ذويهم في ظل الظروف الصعبة اللي يعيشوها. طبعا بسبب هذه الظروف الصعبة لهؤلاء الأطفال، أكدت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والطفولة أن مصير أكثر من مليون طفل عراقي مهجر ونازح هو الضياع وانعدام التعليم والحرمان لعدم رعاية الدولة لهم. مراسلنا في أربيل أمجاد ناصر تابع قصص هؤلاء الأطفال ونقلها إلى نتابع. بالك دير بالك من وراد عربانة، يرددها أطفال تركوا مقاعد الدراسة من أجل إعالة ذويهم في الوقت الذي هم بأمس الحاجة لإعالتهم. مشاهدي برنامج منتصف النهار، اليوم راح تكون جولتنا في سوق شيخ الله في أربيل لنشاهد ونطلع على معاناة الأطفال الذين يعملون في هذا السوق. أقبل عربائين وما عندنا فلوس ومأجرها هاي مولية، وأدرس يوم شغل ويوم مدرسة. باليوم من يا ساعة تشتغل يا ساعة؟ والله جي من 6 الصباح وأروح هاي بالسبعة بالليل. أنت شلون تدرس وشلون تشتغل بالعربانة؟ والله يوم هاي مدرسة ويوم قاعدة. أنت نازح مو؟ إي يعني نازح من الفلوجة، أخوتي هم يشتغلون وياي ويعاونوني. بس إيش قصر لك مهجر؟ صار لنا سنتين ونص هنا. صار لك سنتين ونص تشتغل بعربانة؟ لا يعني اول ما نص يعني سنتين صار اشتغل بعربانة هنا.
اي ابوي يعني مريض بس انا اشتغل بس انا يعني عين العائله. اي شلون تشتغل من الصباح لليل يا يوم تشتغل؟ اجي من 6 واروح ب 8 بالليل ب 8 بال 7 هيك. اي ومرات تطينا كروات مكشومه يعني ما الكروات مالتك بألف؟ ألف مرات تطينا 500 ولا افتر ياهم يعني اكثر من زيت تطينا كروات مكشومه. ايه حتى رحت واحد ثاني هاي شلون تشتغل تساعدنا بالبيت؟ اني احنا 6 نفرات اكمل يعني اشغل عربانه واسوق لاهلي واروح اشتري مرات يعني اذا هاي انطانا اشتري علاج ابويا واروح. ايه الله يسلمك حبيبي. هاي العربانه مالتك؟ لا والله اجار بالفين وقوة نطلع 7-8 وننطل فين ونبات تسوق ماخذ على البيت. شلون تجي من البيت وشلون تروح للبيت؟ اي اجيب باصات 750 وارجع 750. يعني 1500 يومية بس كروة و2000 2000 عربانة؟ ايه. وش قد يبقى لك يعني؟ والله 5-7. 5000؟ اي والله ونوبات نفطار وننطي تعطينا 1000 دينار قوة. بالمدرسة ولا مو بالمدرسة؟ لا والله مو بالمدرسة، صار لي 3 سنين قوة طلع الايجار بس اشتغل. انا وابوي واخوي هين. طلع الايجار زين يعني بس الايجار وعلى مود العشاء مالتكم تارك المدرسه؟ اي والله. اخوانك هم تاركين المدرسه؟ اي اخواني هذا اخوي. ابوك هم يشتغل وياكم؟ اي ابوي جاي يشتغل هم ينقادي. وين بيتكم اول؟ اول بالزيتون. بالزيتون بحي الزيتون. شلون تطلع من هناك وشلون توصل؟ عن بالباص 500 وارجع ب 500. زين انت من وين مهاجر؟ هاي من الموصل. من الموصل. وطالع من المدرسه لو تدرس؟ لا والله ما ادرس. ما تدرس؟ اي والله. حتى ابويا ما يشتغل. ابوك ما يشوف يعني ضرير خطيه؟ اي والله. وانا بس انا اشتغل اطلع حق المسواك وارجع على البيت. شلون تشتغلوا باليوم؟ انا لا 9 لو 10 لو 7 لو 5 حيا الله بس المهم اسوي المسواك البيت. ايه. بالمدرسه تو؟ لا والله مو من المدرسه. صار لنا 2 سنين ما دارسين. تحب ترجع المدرسة؟ اي والله احب ارجع، اصلا صف ثالث. يعني انت وصلت صف ثالث وطلعت من المدرسة؟ اي والله. ما مسجلينك وجاي تشتغل بهاي العربانة؟ هاي عربانتك؟ لا عربانك هذا الولد. يعني هم تشتغل وياه بنفس العربانة؟ اي. خطيه هو يشتغل الاليق. يعني تبيع الاليق وتشتغل عربانة؟ اي. ما يطلعك فيها. زين انت بيك تدفع عربانة؟ اي. مو صعبة عليك؟ مو تعبك؟ تعبني والله. صرت اقول علي دين شوفها كلها في القصاص صار. اهلا وسهلا فيكم جميعا ونستمر بحلقتنا لليوم وينضم لنا اكيد اخصائي العلاج الطبيعي اسامه صلاح لنتحدث اليوم عن الالم المفاجئ في الرسغ واللي ممكن بعض الاحيان يعني الناس يعانوا من تنميل بالاصابع او غيرها. النساء خاصه. والنساء خاصه نعم. ما احنا اذا فقرتنا تنصفكم شوي. يعني انا اليوم انا لن اعلق. بالضبط يعني. علي شعره بالفاصل بعد ما هي لا احنا قلنا فقره ضد فقره مع خلينا متعادلين اكثر. هلا فقرتنا لليوم اكيد بنصبح الناس بنسلم على كل الناس اللي عم يحضرونا وعلى استاذ علي وست رندا. شكرا. نتمنى دائما نضلكم رايقين ومش معصبين. لا لا تمام. تمام. هلا اليوم فقرتنا عن تضيق القناه الرسغيه او اختناق العصب او اختناق الاعصاب اللي بتمر من تحت هاي القناه. كاربل تانل سندروم. هلا الفكره في هاي الاصابه بتصيب الجنسين ذكر وانثى بس اكثر الناس اللي بيكون طبيعة عملهم تتطلب مثلا الشغل باستمرار يعني عمل الحركات اللي بتعتمد على مفصل الرسغ اكثر، استخدام المي الباردة اكثر من المي الدافية او التقلبات الحرارية اكثر. تريد تقول النساء اكثر. هي النساء اكثر علميا يعني بنسمع تطبخ وتغسل بالضبط وبتجلي وهي الاشياء كلها. فالنتيجة المحصلة لهي الاشياء ومن الاشياء السلبية لهذا الموضوع يعني اكيد بتضحك كثير فصحتها اكثر شغلة بتتأثر. طبعا مسكينة هذه المرأة تضحي وتضحي في سبيل العائلة. هلا الفكرة بهاي الحالة اللي بتصير بصير عندها تشنج في شريط أو رباط موجود بمنطقة الرسغ. هلا الفكرة في إنه نتيجة التضيق هذا اللي بصير بصير عندنا ضغط على التروية الدموية الخاصة بالأعصاب. فعادة احنا عندنا 3 أصابع ونص بحسوا فيهم السيدات بتنميل، بحسوا فيهم ألم مستمر زي التقريص بيكون باستمرار. كل هاي الأشياء ناتجة من نقص التروية اللي بصير. هلأ الفكرة هون احنا حضرنا مجموعة تمارين عن طريق الصور الموجودة
وتست برضو انه كيف ممكن يفحصوا اذا هن عندهم هاي المشكله او هي مشكله ناتجه من الرقبه. ممكن تكون ناتجه من الرقبه. هلا ناتجه من الرقبه بالضبط انه واحده من الاسباب اللي بتعمل نفس الاعراض تقريبا. شو علاقه الرقبه بالرسوب؟ أعصاب. هلا الفكره انه احنا بنتعامل مع اعصاب تعرضت لضغط في مكان معين. تمام. هلا عاده اذا انا عندي منطقه الرقبه فيها مشكله سواء تشنج عضلي ديسك او زي ما بنقول اللي هي تشوهات القامه يعني مثلا في انحناءات معينه المفروض تكون موجوده في الفقرات العنقيه او الفقرات الصدريه، اذا ما كانت موجوده بالشكل المفروض تكون موجوده فيه هذا الشيء بيعرض الاعصاب لانه لمشاكل مثل زي التنميل زي الالم الحرقان اللي بيكون موجود فيها. هلا ايش بيصير؟ هذا نتيجه نقص الترويه كمان. يعني انا عندي نقص ترويه سواء من الرسغ او من الرقبه رح يسمي عندي بالبدايه من الاطراف. تمام. لو انت مسكت مثلا بربيش او هوز فيه مي وضغطت عليه اكثر اماكن رح تتاثر الاماكن الطرفيه او البعيده. صح. لانها بتكون اقل حظ بتوصيل الترويه الدمويه لها. نفس الشيء بيصير عندنا من الرقبه. هلا عشان نفصل اذا انا قادر اروح على دكتور اعمل صوره اشعه اعمل الاجراءات اللي لازم اعملها على اساس اتاكد هي من الرقبه او من الرسغ بيكون كثير منيح. اذا ما قدرت في بعض الفحوصات احنا موجوده عندنا على الصور كمان اللي هي فكرتها اني امسك بس الرسغين واحطهم بهذا الشكل. هلا الفكره انه بس انت تحط رسغيك بهذا الشكل هذا الشيء رح يخلي الترويه الدمويه تقل اذا عندنا في تضيق في هذا الشريط الموجود. فالفكره انه انا رح اخليها وعد تقريبا لل 30 او اخليها 30 ثانيه لدقيقه. حلو. هلا مع هذا الوقت اللي بصير انه راح ابلش احس بالتنميل الموجود عندي. تمام. بشكل تدريجي راح ابلش احس بالم، بعض الحالات بحس بتشنج او عدم اريحيه كامله بالحركه. هلا هذا الشيء ببين بعد دقيقه. شغله ثانيه كمان اني ارفع الايدتين لفوق واحاول احرك، هذا الشيء راح يقلل من وصول الترويه الدمويه للاطراف. بما انها للمرأة الرجل ما يعمل المايك حيف... ممكن يعملها المايك رح يفلت نسمح له ممكن الفكرة انه شو التسلط هذا الله اكبر عليك يعني تمارين خاصة للسيدات هلا الفكرة بهاي المحصلة ست رندا انه في ناس كثير بيعملوا تحرير للوتر بشكل عملي يعني عن طريق العمليات عن طريق الاجراءات الجراحية اللي ممكن يعملوها هاي تمام تفضل النساء اول لا لا تفضل هاي اذا مراحل يعني خلينا نقول مراحل بالبدايه الام خفيفه بالضبط اذا كان مراحل متقدمه يعني انه الالم ما ينحمل خلاص ممكن هاي التمارين تفيد وهاي الثانيه هلا بتقلل الفكره فيها علي انه احنا مجرد ما نبلش نحس بهالاعراض لازم نبلش نعمل الاشياء هاي وهي اشياء بسيطه يعني في البدايه احنا مثلا لازم نبلش نعمل عاده هو هذا المكان اللي بتصير فيه المشكله ما بين الاصبعين فالفكره في انه لازم بالبدايه ابلش اعمل حركات دورانيه شنو التمارين اللي ممكن المره تسويها قبل الاصابه حتى تتجنب الاصابه يعني تقوي هذا الرسغ هلا احنا هنا هذا عم نتعامل مع اعصاب مع اعصاب صار عليها نقص ترويه وعم نتعامل مع شريط مكون من انسجه صار فيه تليفات فيه او صار فيه التهاب فزادت سماكته فبالتالي ضغط فالفكره انه احنا المفروض نزيد من مرونته اكثر فعاده بنعتمد بهاي الحاله على تمارين الاستطاله اكثر من تمارين التقويه تمام بس اكو تمارين قبل الاصابه ممكن المراه تسويها والرجل يسويها حتى يتجنب الاصابه حتى في اثناء الاصابه ممكن انه نبلش اول شيء نعمل استطاله لهذا الوتر الموجود عندنا هون تمام بالبدايه بس انه احنا موجودين طبعا بالصور كلهم هلا الفكره اني امسك الاصابع بهذا الايد واخذها تمام هلا هذا الشيء رح يعرض هاي المنطقه لشد عالي مع كتر الشد مع الوقت الطويل اللي رح نستخدم فيه هذا التمرين رح الاقي انه سماكه النسيج اللي صار عندي بتقل وبترجع للسماكه الطبيعيه المفروض تكون فيها فاذا السماكه قلت ورجعت للطبيعي بقل الضغط اللي كان موجود عندنا والترويه بترجع طبيعيه للاطراف ثاني شغله فكره اني اعمل تمارين بتعتمد على التقويه وعلى الاستطاله يعني فكره انك تسكر اصابعك بهذا الشكل او فكره انك تاخذ الحركات الدورانيه للايدين يعني رح تثبت ايدك بهذا الشكل وتاخذ الحركات الدورانيه للايد كامله سواء مسكره او مفتوحه هلا هذا الشيء رح يعمل عندك استطاله كامله وعاده احنا هذا بيعتبر نوع من يعني بندرج تحت التهابات الاوتار اكثر لانه احنا عاده في عندنا التهاب ديكرفان سندروم او التهاب الوتر المسؤول عن حركه الابهام وعندنا كمان التنس قلبه هاي الاشياء على الاغلب بيكونوا مع بعض يعني موجودين وتشخيصاتهم شوي قريبه يعني التنس قلبه بيعطينا مرات الا او محدوديه بالحركه بالاضافه لمشكله الكربل تنن اللي بتكون مرتبطه فيه كثير فعاده احنا هاي التمارين هي موضحه اكثر بالصور بعدد يعني عدد عداتها تقريبا احنا بنتعامل بتمارين استطاله اكثر من تمارين التقويه فتمارين الاستطاله بتعتمد دائما على فرض بدي اعمل هذا التمرين انه راح اخلي الشد موجود لفتره من 10 ل 30 ثانيه هذا الشيء بيخلي عندي نسبه الاصابه تقل
نسبة المشاكل اللي بتنتج من التمرين بتقل. عادة إذا أنا عم بتعامل مع نسيج فيه إصابة أو سماكة عالية ممكن يصير فيه تمزق بسهولة. ممكن الشخص أول ما يصحى يبدأ بتمارين الاستطالة؟ هلأ منفضل إحنا أول ما يصحى، بس في أشياء قبل لازم يعملها. يعني لازم أول شيء نستخدم المي الدافية إذا بقدر، مثلاً يغسل إيديه لفترة 3-4 دقائق بالمي الدافية، أو يحطهم في وعاء في مي دافية. فكرة التحريك مثلاً ممكن يجيب يعني يخليه حتى يعمل التمارين جوا المي. يعني بقدر اجيب مثلا طاسه او وعاء كبير فيه مي واحاول احط ايدي في هاي الوضعيه فيه، يعني كاني بسند فيه، او احاول احرك لتحت لفوق اعمل الحركات اللي فيها الم. تاثير المي الدافيه رح يزيد من مرونه الانسجه وبقلل كثير من التيبسات وبزيد من الترويه الدمويه الموجوده عندنا كمان. تمام. يعني السؤال اللي هو ممكن يطرحه عدد كبير من الناس، هل هو هذا الشيء لفتره مؤقته مثلا، وخاصه مثلا اذا احنا امسكنا هذا الشيء من البدايه، هل هو لفتره مؤقته ولا بروحه بيجي ولا كيف؟ هلا هي مشكله الكاربل تنل زيها زي اي مشكله من المشاكل اللي بنتعامل معها. اذا تعاملنا معها صح، تعالجت بشكل سليم، قللنا من الاشياء اللي كنا انه اللي كانت مسبب لهي المشكله، بتكون شيء نهائي او علاج نهائي لها. اما اذا مثلا في ناس بيقول لك انا عملت عمليه ورجعت او صارت مره ثانيه، فهلا بدنا نرجع، ممكن يكون هو مريض سكري فنسبه انه التليفات عنده بتكون اعلى من الناس الثانيين، ممكن يكون بياخذ ادويه ثانيه بتساعد على هذا الموضوع عنده، ممكن تكون ست بيت عملت هاي العمليه وظلت بتمارس نفس الممارسات الخاطئه اللي كانت بتعملها قبل. يعني مثلا تشتغل مره بالمي البارده مره بالمي الدافيه، تطلع من المي الدافيه فصل. تنشر الغسيل، يعني كل هاي الاشياء بتاثر كثير على فصل اسامه بالممارسات الخاطئه اللي تقوم بها المراه، بالتالي تؤدي الى مشاكل التهاب الرسه والمشاكل بصوره عامه لليد. شنو هي الممارسات، ابرز الممارسات الخاطئه اللي يجب ان تبتعد عنها تماما المراه؟ هلا فكره اول شيء التقلبات الحراريه على مفصل اليد. يعني هاي الشغله بتاثر كثير بشكل كثير كبير على الرباط اللي احنا عم نحكي عنه، فبالتالي بتخلي فرصه التقلصات اللي بتصير حواليها تصير اكثر. تمام. وهنا بتكون فرصه الاصابه، يعني احنا عاده ببلش عندنا التهاب كثير بسيط، اذا ما تعاملنا معه صح ضلينا نشتغل ونكابر ونكمل بالموضوع صح. اللي احنا شغالين فيه الموضوع بتطور اكثر. هلا ثاني شغله كمان عندنا اياها علي، فكره التعامل مع الاوزان. يعني عادة احنا عندنا كل وزن عندنا بدنا نتعامل معه بشكل سليم، ما باجي مثلا بنتع او بسحب الاشي بسرعة. هذا الاشي ممكن انه يعمل لي ضرر بالايد، يعمل لي ضرر بالكوع او بالكتف. هلا عادة في اليات معينة بقدر ارمي وزن الاشي اللي بدي احمله على جسمي او 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 اوقف او اقعد، او مثلا الاشياء اللي دارجة كمان اذا نحمل بالضبط. يعني هلا انا بوزع، الفكرة انه انا عندي وزن مثلا الطنجرة تقريبا ممكن يكون 10 كيلو تقريبا وزنها، ما بين المي اللي فيها، ما بين الاشياء اللي بتنطبخ، ما بين في اشخاص كثير من يجلسون يستندون على هذه، يعني يكون جلوسهم كل الثقل الوزن على او النوم مثلا على الجنب او النوم على كل هاي الاشياء من الاشياء اللي بتساعد او الاشياء اللي بتخلي فرصه حدوث الاصابه اكثر لها. تمام، شكرا لك اسامه. اهلا وسهلا. اخصائي العلاج الطبيعي اسامه صلاح، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ايضا نلتقيكم يوم غد بمشوار جديد. نهايه يوم سعيد. الى اللقاء. الى اللقاء.